طيب شوفي بقى يا ست جاكلين، دلوقتي الست اللي جيلك دي مش هتساليها سؤال كده ان هو طب وانت يا حبيبتي مالكيش حد تاني تروحي له؟ طب ما هي ممكن يبقى بيت اهلها موجود، بيت اخوها، بيت اختها، ليها بيت تاني خاص بيها. لا ده يعني اكيد ايه المعايير اللي ممكن تخليكي تقبليها او ترفضيها؟ لان يعني الرفض وارد برضه. لا انا ما برفضش حد، انا تاني حتى انا لو في مكان تاني تقدر تروحه. ما هي المكان ده لو هو امن هي مش هتجيلي، يعني ممكن يكون في مكان ممكن يعني في حالات كتيره بتيجي تقول لي اصلا انا طب انت ما فيش اسره، لا والدتي موجوده ووالدتي موجودين بس هم بيقولوا لا تحملي عادي جدا كلنا بنتضرب كلنا أيوه. بنتهان تحملي عشان خاطر الاولاد فهو ما فيش دعم ليه ده المكان معانا احيانا استاذه جاكلين. تمام. احيانا كمان بيكون العنف من الاسره نفسها، من الام او من الاب او من الاخ او من العم. في كمان بيبقى في مشاكل ما بين الزوج والزوجه وهي شايفه ان انا اقدر اقدر عندي ماديات القدره الماليه ان انا اوفر مكان بره، انزل في فندق، انزل في شقه، انزل عند صاحبتي، لكن بتبقى شايفه ان الامان لسمعتها ونظره المجتمع ليها انا في مكان تبع الحكومه تبع الدوله. القدره الاستيعابيه للمكان ده قد ايه؟ انا اسفه. لا يا حبيبتي هنشوف. اتفضلي. يعني هنا بصي هو احنا بالنسبه للاعداد الحاليه دلوقتي انا عندي 153 سرير حاليا عندي 153 سرير في تسع مراكز في 8 محافظات على مستوى الجمهوريه. لكن هي النجاح يعني انا بعتبر المركز ده زي المطعم، ما تقدريش تقولي مثلا هو فيه 6 ترابيزات ولكن في ناس بتدخل وبتخرج. احنا كل حاله بتدخل بنبتدي نتعامل معاها ونقدم لها الدعم ونخرجها ونستقبل ناس ثانيه.